صباح الرزق وتاني يوم في هذا الاسبوع. صباح الفل على حضراتكم، 10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله كل ايامنا تبقى حلوه وكل ماتشاتنا تبقى حلوه والفوز دايما يكون من نصيب الاهلي. بس كده نصبر ويبقى عندنا دايما ثقه يا رب في بعض وفي فرقتنا العظيمه اللي مليئه بتاريخ مليان بطولات، وحضراتكم اكيد يعني عارفين ده، الواحد مش محتاج ان هو يفكركم بيه. على كل حال خلينا نبدا مع حضراتكم، بس قبل ما ابدا الحلقه لازم انوه مره تانية ان كريم مش هيكون معانا هذا الاسبوع، وده بسبب برضو اصابته بكوفيد 19 لسه لحد دلوقتي يعني ما تم الشفاء، وان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه على الاسبوع القادم. وده بيخلينا ناكد مره تانية قد ايه هذا الفيروس لسه مكمل معانا، وان الموضوع ما هوش بسيط وحاجه وعدت، لا لسه ناس كتير بتصاب بيه، لسه المشكله قائمه. فاتمنى من حضراتكم كلنا نخلي بالنا على قد ما نقدر، يعني الواحد مش هيطلع يقعد برضو يبالغ ويقول ما حدش ينزل ومش عارف ايه، نعيش حياتنا عادي بس نخلي بالنا على قد ما نقدر، لان واضح ان لسه الفيروس مكمل معانا شويه حلوين يعني. فان شاء الله خير ومحدش يصاب مره تانية ولا اي حد يتوفى، او يعني الحاجات اللي سمعناها زمان دي مش عايزين ان هي تكرر مره تانية باذن الله. على كل حال النهارده معانا فقرتين، فقره اولى هيكون معانا الاستاذ سامي عبد الفتاح طبعا الناقد الرياضي، وهنستمتع بتحليلاته ونتكلم معاه في اللي فات ونتكلم معاه في اللي جاي، وطبعا لازم نفهم برضو اكتر عن علامات الاستفهام الموجوده في بعض الاحيان اثناء الملعب او في اللعب او خارج الملعب، بعض التصريحات المختلفه، الحاجات اللي زي كده كلنا او كلها هنناقشها مع استاذ سامي. الفقره الثانيه هتكون معانا الدكتور دينا ابو السعود، وبرده يعني ملف طبي مختلف زي ما احنا متعودين، بس اكيد بيكون هام جدا لحضراتكم. خلينا بقى نبدا ونروح طبعا بدايه لامبارح ومباراه الجونه في الدوري العام والفوز اللي احنا حققناه ولعب حلو. يعني انت برده شفت مش بس فوز او نتيجه حلوه، انت شفت لعب حلو جدا. طبعا فوزنا بهدفين، هدف رامي ربيعه وعلي معلول، وخدنا الحمد لله 3 نقاط غاليه جدا. بس اكيد مش هنا الموضوع خلص، احنا لسه عايزين كل اللي جاي بقى، لان هدفنا اكيد اكيد هقول كمان مره اكيد استعاده لقب الدوري. يعني ما بقاش في مجال او ما بقاش في رفاهيه ابدا ان انت تقول يعني لو الدوري راح مش مشكله عندنا لسه بطولات تانية، لا ما عندناش بطولات تانية. احنا عايزين الدوري باذن الله، الدوري يكون اهلاوي زي ما احنا متعودين، والوقت ده زي ما احنا بنتكلم برضو بالنسبه لنا وبالنسبه لكل اهلاوي يعني بيحب فريقه بجد، هو وقت الدعم زي ما احنا عارفين كده، وزي ما كل الناس بتطلب وزي ما بنشوف وبنقرا، احنا عايزين الدعم الفترة دي. وأكيد جمهور الأهلي برضو مبارح احنا شفنا هذا المشهد الرائع وهو بيشجع 90 دقيقة، رغم طبعا التكتل الدفاعي الرهيب اللي كان بيلعب بيه كابتن طلعت يوسف طبعا مدرب الجونة، إلى أن الأهلي فعلا قدر يثبت بالإصرار وبدعم الجماهير، وحطوا 200 خط تحت دعم الجماهير، استطاع أن هو يحرز الأهداف ويحصد 3 نقاط الغاليين. ولسه أكيد عندنا يعني الدوري إن شاء الله يكون في الملعب، مش عايزين نبص بقى على أي منافس ونقول لو المنافس عمل إيه إحنا هيحصل، ملناش دعوة، إحنا عايزين نركز إننا ما نخسرش ولا نقطة بإذن الله في الماتشات أبدا اللي جاية. فبالتوفيق للفريق بتاعنا الغالي، بالتوفيق يا أهلي، يا رب كل لاعب كده يبقى على قد المسؤولية، لأن هنرجع نقول تاني احنا عايزين الدوري، الدوري مكانه مع الاهلي باذن الله خير يا رب. وبرده هرجع عشان الواحد يبقى بيتكلم بشفافيه، الفتره اللي احنا فيها دي برده فتره صعبه، لسه عندنا دوري ولسه وكاس وسوبر وغيره، هنبدا منافسات افريقيا كمان قريب، وصعوبه الفتره دي خليني اقول لحضراتكم بسبب طبعا الحاله البدنيه اللي وصل ليها كل لاعيبه الاهلي في الموسم الحالي، يعني حاجه صعبه جدا. عندك اصابه كمان محمد شريف في ماتش الزمالك، وامبارح عمرو السوليه خرج وهو مصاب، يعني اللعيبه استهلكت، اللعيبه مش قادره من ضغط وتلاحم المباريات، سواء بنتكلم هنا يعني محلية أو حتى يعني لعيبة الأهلي كمان الدولية، يعني من الموسم قبل اللي فاتوا الكلام ده، أنت عمال تلعب بدون راحة، مفيش كده في العالم، يعني هنتكلم بصراحة مفيش كده في العالم غير في مصر، إحنا عندنا أكبر عدد من الإصابات في مصر. فلا موضوع غريب جدا، بس على كل حال احنا اتعودنا من جماهيرنا، ونركز في اللي جاي ده ارجوكوا، احنا اتعودنا من جماهيرنا والفريق اتعود مننا دايما الدعم، عشان كده انا هرجع واقول احنا بننتظر من اللاعبين يعني برضو المصالحه زي ما بيتقال كده، العمليه بالفوز بقى بلقب الدوري، وهنفضل نقول الدوري الدوري الدوري، وهنزن لغايه لما يرجع مره تانية لمكانه الطبيعي، لان هو ده المكان اللي احنا نعرفه، ومش عيب ومش كارثه ابدا برضو، معلش كده لو تقبلوا كلامي، ان احنا نخسر ماتش او بطوله مش مشكله، لكن الأزمة إن أنت يعني ما تبقاش بقى همك على المكسب بعد كده، أو إن أنت تبص للمكسب بعد كده، أو أنت تعوض لي الخسارة اللي حصلت بعد كده، هي دي النقطة اللي في غاية الأهمية أعتقد جدا.
وفي برضو نقطة قبل ما أخش أو أكمل، لأن بعض التعليقات اللي كانت موجودة، يعني أنا على فكرة أنا بتابع جدا التعليقات اللي بتتكتب، يعني بعض الناس بيقول لك إحنا مش هنقعد بقى نتحجج بالضغط واللعيبة منهكة والكلام ده كله. لأ معلش حضرتك، لو قارنت اللي بيحصل عندنا بأي دولة في العالم أو أي بطولة في العالم بتجرى، هتلاقي إن الموضوع مش كده أبدا. يعني فعلا فعلا الضغط اللي عندك على اللعيبة في مصر، مش هتكلم عن لعيبة الأهلي فقط، أنا هتكلم عن اللعيبة في مصر، غير مسبوق. قارن ده بأي دوري تاني أو أي بطولة تانية في أي نادي في العالم، أنا بقول لحضراتكم بتحدى أي مكان في العالم، مش هتلاقي اللي بيحصل عندك. فطبيعي إحنا لعيبتنا بشر في الأول في الآخر، اللعيبة دول بني أدمين، دول مش مكن. فما فيش كده يا جماعة، ما فيش كده. أنا ما بقولش إن ده عذر، ومش طالعة أقول يا جماعة لا عادي وإن بطولة تروح ومش مشكلة، الكلام ده مش حقيقي. بس في نفس الوقت أنا لما أجي أحلل برضو أدي منطق لتحليلاتي، لكن الموضوع فعلا صعب. وحضراتكم شايفين لسه، انا كنت بقول لكم اصابات تاني، احنا كل موسم بندخل نقول يا رب ما بقاش فيه اصابه، يا رب ما فيش اصابه، كل موسم بيبقى فيه اصابات اكتر من اللي قبليه وضغط اكتر من اللي قبليه. هي بس الصوره لازم تبقى واضحه قدام عينينا واحنا بنحكم او احنا حتى بنزعل، هي دي بس، او ده المطلب الوحيد اللي يعني برجوه من حضراتكم. خلينا نتكلم عن امبارح، لان كان في لقطه كانت حلوه جدا جدا، وطبعا الممر الشرفي اللي كلنا شفناه واللي عملوه لاعيبه الاهلي والجونه قبل انطلاق المباراه للجميل والرائع محمد الشناوي لحصوله على لقب افضل لاعب داخل القاره الافريقيه لعام 2021. ده كان طبعا يعني زي ما بتقال كده وسط كل التعثرات والازمات، بس هتلاقي دايما الاهلي بعنصر من عناصره كده بيفرحك، موجود بارقامه ومجهود لاعيبته. عشان كده دايما بنقول اه نزعل، لكن تاني ندعم ونساند لان لاعيبتنا يستحق. ومبروك محمد الشناوي رغم كل ما قيل، ورغم ان ممكن يكون في بعض التعثرات او المستوى مش الافضل في بعض الماتشات، لكن تاني الاصل ان محمد الشناوي من افضل حراس المرمى في افريقيا. فانت عندك حارس مرمى تقيل قوي، مش مشكله يتعثر، مش مشكله ابدا المستوى يكون مش اللي هو، بس ما اقدرش ابدا انسى اللاعب ده عمل ايه، واللاعب ده مقامه عامل ازاي، واللاعب ده كسبني كام ماتش وكسبني كام بطوله. يعني يبقى فيه بس كده الواحد وهو برده بيتكلم يبقى فيه يعني منطق برده في التحليلات او في زي ما يتقال كده الاحكام اللي بتصدر. على كل حال خلينا نروح لتصريحات، لان كان عندنا تصريحات مهمه جدا سواء من سواريتش او كابتن سيد عبد الحفيظ. وتصريحات سواريتش طبعا خلال المباراه او بعد المباراه بقى خلال المؤتمر الصحفي، هو قال ان الايام اللي يعني فاتت كانت صعبه جدا على الجميع، والفريق بيلعب في ظروف قاسية جدا وظل المباريات المتلاحمة زي ما أنا كنت بتكلم بقول لحضراتكم. وكمان قال إحنا غيرنا أسلوب اللعب خلال المباراة، مباراة الجونة تحديدا، ودفعت بلاعبين في مراكز مختلفة، ده حسب الإمكانيات المتاحة من أجل الفوز. خلينا نروح نتابع التصريحات دي ونرجع وتاني، لأن في كلام برضو لازم يتقال. فكرة هنا برضو الانتقادات الموجهة لسواريش من دلوقتي، يعني ده مش أمر بقى خارج عن المنطق، ده أمر خارج عن الطبيعة تقريبا. بس خلينا أول نتابع ونرجع نكمل. مساء الخير جميعا. بشكركم على الحضور. هتكلم شوية عن المباراة. أول حاجة هبدأ إن أنا أشكر اللاعبين النادي الأهلي، لاعبين الفريق. كانت أيام صعبة بالنسبة لهم. وكلنا. Mas a verdade é que os jogadores, e como vocês presenciaram hoje e têm vindo a presenciar, estão a jogar em condições inadmissíveis. Quem programa estes jogos tem que pensar seriamente como é que o faz. حقيقي لازم يعني اللي حط برنامج المباريات كده يكون عرف يعرف كويس جدا ازاي نقدر نعمل المباريات بالشكل ده. Hoje mais três jogadores se lesionaram. النهارده حصل عندنا ثلاث اصابات تانيين في الفريق. Quem é que assume isto? Quem é que assume esta responsabilidade? طب مين اللي يتحمل مسؤوليه الاصابات دي؟ Eu assumo a responsabilidade pelas derrotas com o Pirâmides e pela derrota na taça. Eu assumo a minha responsabilidade. انا اتحمل مسؤوليتي الهزيمه قصاد بيراميدز، هزيمه الزمالك انا اتحملها. Mas desde que eu cheguei. بس من ساعة ما أنا وصلت هنا. Só uma semana eu consegui treinar. أسبوع واحد بس اللي قدرنا ندرب فيه اللاعبين. Quem dirige, quem é responsável por isto, tem que pensar seriamente que estamos a falar de seres humanos.
المفروض المسؤول او اللي بيقود حاجه زي كده يكون عارف طبعا ان احنا هنا بنتعامل مع جنس بشري. Os jogadores querem dar e não conseguem. اللاعبين عايزه تعطي وتؤدي بس مش قادر. Estão a jogar no limite das capacidades. كل واحد فيهم خلاص بيطلع اخر حاجه في الليميت بتاعه. E depois acontece isto. وبعد كده بيحصل كده. Eu torno a dizer que não tenho treinado, só recuperar os jogadores. Banhos e massagens e recuperar. وانا بقول لكم بصراحه انا ما عملتش تمارين، انا بس جبت اللاعبين دخلتها المساج والريكفري الاستشفاء وبس. Não quero falar muito mais do que isto. مش عايز اتكلم اكتر من كده. Mas gostava que quando se fizesse críticas aos meus jogadores e a mim. بس وقت ما يكون في انتقادات للاعبين وليا. Que possam ser um bocadinho mais pensadas. لازم برضو تكون انتقادات الى حد ما يعني الناس فكرت فيها. Eu tenho que defender os meus jogadores porque isto não é humano, isto é impensável. لان طبعا انا لازم ادافع عن اللاعبين بتوعي لان الحاجه اللي بتحصل دي حاجه تفوق الجنس البشري او تفوق العمل البشري. Logo que eu cheguei cá, من اول ما انا وصلت هنا disse-vos a vocês que o risco de haver muitas lesões que era muito muito grande. بلغتكم وقلت لكم ان خطوره ان هيبقى في اصابات ده يعني يعتبر احتمال كبير جدا وهيبقى في احتمالات قاسيه جدا. Infelizmente, eu estava certo. للاسف انا كنت صحيح. No próximo jogo, المباراه اللي جايه, o risco de haver mais lesões. خطوره ان هيبقى عندنا اصابات ثانيه. Dos melhores jogadores são aqueles que jogam mais tempo. من افضل اللاعبين اللي هم بيلعبوا اوقات كثيره وبيلعبوا مباريات كثيره. É demasiado uma percentagem grande disso acontecer. نسبه كبيره جدا وعايز اقول ان هي نسبه بزياده ان يحصل الاصابات عندي. Quanto ao resto, eu assumo a responsabilidade que nós temos que fazer mais, mas as condições são difíceis. بالنسبه للباقي انا اتحمل المسؤوليه ان احنا لازم المفروض يعني يكون نعمل زياده بس الظروف تعتبر صعبه. بحب جدا وكان موسيماني برضو بالمناسبة بتميز بفكرة هنا الشفافية وعدم تجميل الوقائع لما بيحصل حتى أخطاء. يعني برضو سواريش تقريبا في نفس النهج ده على عكس كيروش لو حضراتكم فاكرين. هنا سواريش بيتكلم بيقولك أنا أتحمل كذا ولا أتحمل كذا. أنا لسه ملحقتش أتعامل وأفهم اللعيبة واوا إلى آخره. ولسه احنا قدامنا طريق طويل ولسه قدامنا حاجات ولسه قدامنا شغل. وده الواقع. فكرة إن حد يحكم على سواريش من دلوقتي ده يعني يكاد يكون شيء يعني فعل زي ما قلت كده خارج الطبيعه. ما لا يمكن يا جماعه. ما فيش مدرب بيجي وتحكم عليه بعد ماتش او اتنين او ثلاثه خالص ولا حتى بعدها خمسه. يعني الموضوع لازم بياخد وقت، لازم بيفهم طبيعه اللعيبه، لازم بيحفظ اللعيبه، اللعيبه بتاخد عليه، لازم كل ده في دراسات، في حاجات بتتعمل. لكن اجي النهارده وعايزني اكسب المباراه اللي هي اللي بكره او اللي بعدها، مش منطقي الكلام ده، مش منطقي خالص. فالراجل ماشي بنهج سليم جدا منذ قدومه، عنده خطة واضحة، في تأسيس بيحصل. هو تحدث عن تطوير كرة القدم وليس فقط يعني مكاسب هتحقق، لا قالك أنا عايز أطور. فده شيء مهم جدا، ده شيء إحنا كنا عايزينه في النادي. تشتغل على الحاجات اللي عندي فيها ثغرات، تشتغل على المشاكل بتاعتي، تطور لي أداء اللعيبة. فكل ده سواريش تحدث عنه أصلا منذ قدومه في الأيام الأولى. فشيء إن شاء الله مبشر للأيام اللي جاية. بس هنرجع نقول تاني، نحتاج الدعم ونحتاج الثقة من الجماهير للعيبة وللنادي، لا يعني لا أكثر لا أقل. في تصريحات برضو كانت زي ما بتقال كده تصريحات معلم بصراحة لكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراة، واللي أكد فيها أن الأصل أن حد لا يشتريه ولا يتعلمه. الأصل أصل عزة النادي الأهلي مش في انتصاراته وفقط. خلينا نتابع ونرجع نكمل. بالتأكيد يعني مباراة في منتهى الأهمية في ظل ضغطة مباريات، في ظل غيابات، في ظل موسم بينتهي. فالحمد لله طبعا على كل شيء. يعني دايما الواحد بيقول في حاجات ما ينفعش ان انت تفقدها، هي اصرارك وعزيمتك. ممكن يبقى في مباراه موفق فيها ومباراه مش موفق، بطولات ممكن تاخدها بطولات ممكن ما تاخدهاش، لكن كل الحاجه اللي ممكن احاسبك عليها هي المجهود والعرق. يعني كابتن سيد واحد من ابناء النادي الاهلي اللي مقدر جدا، خلينا اكلمك بلسان الجمهور، زعل الجمهور النادي الاهلي. ليكم رصيد كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي، لكن انت عارف اتعودنا جوه النادي الاهلي اي بطوله الاهلي بيدخل البطوله هو عايز البطوله، وجمهور النادي الاهلي لا يقف عند بطوله معينه.
بالتأكيد يعني هي دي ثقافة وهي دي تربية وما بتزعلش حد على فكرة. يعني دايما بتبقى فخور بالكلام ده كابتن طبعا زي. يعني كونك ان انت تبقى بتلعب على المكسب دي حاجة حلوة مش وحشة يعني. يعني في ناس ممكن تستكثر عليك ده يعني، طب انت مش عندك ده انا مالي يعني، انت بتذم فيا انا ليه يعني، ايه المشكلة يعني ان انا يبقى دي ثقافتي او ده اسلوبي؟ المهم ان انا ما يبقاش في تجاوز لا في المكسب ولا في الخسارة يعني. محمد عبد المنعم محمد يعني حاسس بحاجه خفيفه جدا، لكن كريم فؤاد ما فيهوش حاجه خالص، ان شاء الله الرحمن محمد ما فيهوش حاجه، لكن السوريه اعتقد انه ممكن يبقى شد، هنشوف درجته عامله ازاي. صلاح محسن كمان في اخر 3 4 دقائق كده حاسس يا دوبك ان ممكن يبقى فيه بدايه شد هو كمان يعني. طيب تعالوا بقى نسيب الملف ده شويه ونروح لملف اخر، بس اكيد هنرجع لملف الاهلي مره ثانيه مع ضيفنا العزيز في الفقره الاولى الاستاذ سامي عبد الفتاح. خلينا نتكلم بقى دلوقتي لان الموضوع ده او الملف ده حاجه قلناها قبل كده وحاجة مشرفة فعلا، ونتكلم عن نجاح مصر في تنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى. أكيد ده بيرجع لأساس، بيرجع لفضل، بيرجع ما تتميز به فعلا مصر من مقاومات وبنية تحتية محترمة جدا رياضية وفقا للمعايير العالمية، هي تمت مش حاجة عشوائية، الخبرات المتراكمة كمان على مستوى الأمور التنظيمية المختلفة، وده حقيقي اللي احنا شفناه مؤخرا في بطولة العالم للسلاح اللي أقيمت زي ما حضراتكم عارفين في مصر و بتنظيم أكثر من رائع، وكان ختامها يوم السبت اللي فات، حاجة فعلا مشرفة. لجنة المنظمة للبطولة سلمت رأي تنظيم بطولة العالم المقبلة اللي هتقام هتكون في مدينة ميلانو في إيطاليا، ده عام يعني 2023. وسلم عبد المنعم كمان الحسيني رئيس الاتحاد المصري الراية لباولو أزاي رئيس الاتحاد الإيطالي للسلاح، كان في حضور إيمانويل واللي هو رئيس الاتحاد الدولي اللي أشاد كمان بالتنظيم الرائع للبطولة ووجه الشكر للدولة المصرية لتوفير هنا كل الإمكانيات يعني، وأشاد كمان بما تتبتع به مصر في من بنية رياضية متميزة جدا، وأكد أنه انبهر بالتنظيم المصري للبطولة اللي كانت كلمة مشاركة تاني 105 دولة، يعني عندك كده عدد الأشخاص 1060 لاعب ولاعبة طبعا بتغطية إعلامية دولية كمان ومحلية. فالحاجات دي أو الإيفانس اللي زي دي لما بتخرج بشكل يليق جدا بيها وبالبلد اللي هي بتنظمها، حاجة بتساعد في ملف رياضة السياحة الرياضية اللي احنا بنتكلم فيه، بلاد بتدفع فلوس علشان تروج للسياحة. انت عندك هنا كل حاجة موجودة، ومجرد بس ان العالم يلتفت ليك السياحة زي ما بتقال كده بتعمل لها ماركتينج أو بيحصل لها ترويج. فربنا مدينا حاجات كتيره جدا كويسه وامكانيات رائعه، بس الفكره بقى ان كان زمان يمكن بينقصنا شويه فكره الترويج السليم، لكن السياحه الرياضيه عنصر مهم جدا وجذاب جدا لفكره هنا دعم السياحه عامه، فحاجه اكيد كلنا كمصريين سعداء بيها. شهدت كمان خليني اقول لحضراتكم القاهره نجاح منافسات البطوله العربيه لمنتخبات كره السله، ده تحت 18 سنه واللي اقيمت بمشاركه 6 منتخبات عربيه. اكيد عايزين نقول كل الشكر للقائمين على تنظيم برضو البطولة اللي خرجت في أفضل صورة تنظيمية. أنا بقول لحضراتكم وفي ناس طبعا متابعة البطولات دي وفي ناس مش متابعاها، بجد اللي ما تابعش البطولات وما شافش الأوبنينج والكلوزينج بتاعها، خشوا على اليوتيوب، خشوا على جوجل، خشوا على الصفحة الرسمية للبطولة وتفرجوا بنفسكم، علشان الواحد لما بيشوف بعينه بيفهم الوضع عامل إزاي. فحاجة بجد بجد كانت حلوة جدا. من الأخبار برضو الحلوة النهاردة معنا كذا خبر حلو، تتويج منتخب مصر للناشئين تحت 15 سنة ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة، ده بعد الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية اللي كانت بتونس. وتوج منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئات تحت 15 سنة ببطولة إفريقيا لكرة تنس الطاولة بعد ما فازوا على تونس بنتيجة هنا 3-0. مبروك مبروك حقيقي للناشئين والناشئات، حاجة مشرفة جدا. طب هي الاخبار الحلوه على فكره برضو ما خلصتش معانا، خبر تاني خاص به هنا الجودو، مبروك للاتحاد المصري للجودو وبعثه مصر الفوز بكاس البطوله الافريقيه للشباب المقامه حاليا زي ما حضراتكم اكيد معظمكم تابع يعني في العاصمه الكينيه نيروبي بمشاركه 21 دوله. ومنتخب مصر للجودو خليني اقول لحضراتكم فاز بالمركز الاول بالبطوله برصيد 13 ميداليه، 7 ذهبيه 4 فضيه و2 برونزيه. والحقيقه برضو ابطال الجودو شرفونا في البطوله الافريقيه للشباب، وكل يعني التوفيق ليهم خلال كمان البطولات المقبله. كفايه كده اخبار حلوه ولا ايه؟ طيب خلينا نروح لجامعه القاهره اللي نظمت برضو حفل ختام دبلومة وبرنامج الإدارة الرياضية بالتعاون كان مع الفيفا، واللي شهدت خارجين من مختلف الجهات كان أبرزهم طبعا النادي الأهلي وقناة كمان الأهلي. خلينا نتابع ونرجع نكمل.
احنا كجامعه عندنا مسؤوليه اخلاقيه ان احنا ناهل الكوادر الرياضيه انها تكون اداريه، لان لما يكون واحد لعيب كوره او لعيب فولي بول او لعيب سباحه وبيجي ياخد منصب اداري في نادي كبير بنحتاج ناهله اداريه. الحقيقه احنا عندنا تصميم من النادي الاهلي ان احنا دايما نبقى متواجدين للاحداث اللي زي دي، ومن اول يوم الحقيقه انا صممت واخد موافقه مجلس الاداره الحقيقه بقياده الكابتن خطيب اللي بشكره جدا، واحنا الحقيقه انا على راس منظومه النادي الاهلي اللي كنا صممنا ان انا ابقى موجود في الاصدار ده. فالنهارده يوم تاريخي الحقيقه ويوم جميل جدا من على المستوى الشخصي انا، وان انا ممثل للنادي الحمد لله اجتازنا الدوره بنجاح ومعايا مجموعه من النادي. الحقيقه كان في مجموعه زملاء سابقه في الاصدار ال 13 وقبلها. بالنسبه لتطور الاعداد حصل تطور كبير جدا جدا، هو طبعا في البدايه السي اس بيحدد شويه الاعداد، احنا بنسعى ان احنا عندنا امكانيات الكليه كبيره جدا، احنا عندنا طبعا الكليه فيها 57000 طالب كامكانيات كليه كبيره جدا. اقناع الطرف الاخر بقى ان احنا عايزين عدد اكبر بيبقى صعب شويه، ولكن الحمد لله وصول العدد ل 100 وتجاوز ال 100 ده طبعا شيء يعني محمود جدا، خصوصا هم يعني حريصين قوي على الكواليتي، واحنا عمالين ناكد ان الكواليتي موجوده حتى مع العدد، إن احنا معتادين على هذا الكلام في الكليه كامكانيات اعضاء التدريس كمرافق كل ده عندنا موجود. فطبعا اقناعهم ان احنا نكبر العدد والكواليتي برده موجود يعني شيء مش سهل، ولكن احنا بنسعى ان شاء الله في هذا الاتجاه، ان شاء الله بنزود الاعداد. انا سعيد جدا ان انا موجود النهارده وحاسس ان انا رجعت سنين كتيره لورا. الدبلومه ساعدتنا بشكل كبير جدا، مهم جدا ان انت ما تكونش معتمد على خبراتك بس او تجاربك او ان انت كنت لعيب كوره فانت تنفع تدير، ده شيء مهم جدا. العلم والعلم في اي حاجه مهم جدا، ان انت تطور من نفسك وتشوف ايه الجديد اللي موجود. واللي كان عاجبني في الدبلومه انه لامسين ارض الواقع، حتى المشروع بتاعنا لما عملناه كنا بنعمله على حاجه حقيقيه موجوده على نادي النصر السعودي. ف بشكل كبير جدا استفدت جدا جدا. الواحد بيحاول ان هو يتطور وبيحاول ان هو يتعلم كل يوم وبيحاول ان هو يشوف ايه احدث حاجه ان هي ممكن تزوده في سواء جوه الملعب او بره الملعب. فتابعت الفتره اللي فاتت ان معظم اللعيبه بتحاول ان هي وهي بتلعب بتحاول انها تحضر للكارير بتاعها من وهي بتلعب، فدي كانت خطوه بالنسبه لنا كويسه ان احنا نحاول نشوف دبلومه الفيفا اللي بتقدمها من خلال جامعه القاهره، وبنشكر كل القائمين عليها بصراحه لان هي حاجه مفيده جدا وحاجه اتعلمنا فيها كتير جدا. فبشكر الدكتور عمرو محب لان هو كان همزه الوصل بيننا وبين الدبلومه، فابتدينا ان احنا نسعى ان احنا اخر من حوالي سنتين ان احنا نسعى ان احنا نخشها، لكن توقيتات السفر والمعسكرات والبطولات جوه النادي الاهلي كانت في ارتباطات كتير بالنسبه لنا. اول ما لقينا ان في وقت يسمح وبعدين كان في امكانيه ان احنا نعملها عن طريق الفيديو في محاضرات وفي فيديو، فكان في سهوله كتير ويسر ان احنا نقدر نحصل عليها، وابتدينا الحمد لله نشتغل في ان احنا نحصل على الدبلومه. لكن من خلال الدبلومه بصراحه استفدنا كتير جدا وتعلمنا حاجات كتير جدا. الدفعه ال 14 والنهارده الدفعه يمكن ليها وضع خاص لان دي جايه بعد من البحث السنه اللي فاتت خد البطوله الدوليه، فبالتالي بيحطك تحت الاضواء عالميا ومنتظرين منك طبعا كتير. الدفعه دي كانت كان مستوى الابحاث اللي اتقدمت عالي جدا لدرجه حتى كان في صعوبه انك تحددي مين الفايز، والاول مره نختار بحثين، بحث اول وبحث تاني يستاهل يكون اول، وعملنا منافسه ما بينهم وهيبقى في منافسه داخليه، بس هو في بحث الاول وبحث تاني. طبعا الابحاث دي كلها معظمها بيتنفذ وبيفيد الرياضه. الدفعه دي زي ما قلت لحضرتك انها ليها وضع خاص، ان احنا قلنا في 3 سيشن فرنسي وانجليزي وعربي. لاول مره البحث الكسبان من الفصل الجديد الفصل الفرنساوي، ودي حاجه ليها معنى طبعا. بفكر من فتره والله اخد الدبلومه دي، بس هنشوف. هي طبعا يعني طبعا مش صعبه ومش سهله، بس هي في الاول في الاخر مهمه جدا وبتضيف معلومات رائعه جدا وشهاده قويه طبعا، فهنشوف. على كل حال خلينا ننتقل مع حضراتكم لخبر اخر بعد كده، وان مجلس ابو ظبي الرياضي واللجنه العليا المنظمه لماراثون زايد الخيري وقعوا اتفاقيه مشتركه مع وزاره الشباب والرياضه في مصر، هتقام بمجابهه هنا منافسات النسخه السابعه للماراثون. ده هيكون بقى باسكندريه المره دي، ده ماراثون في الاول وفي الاخر هو حاجه خيريه طبعا، تحديدا المره دي معمول لعلاج يعني مصابي الحروق تحديدا، وشهد طبعا الاتفاقيه. بس شهد الاتفاقيه دي زي ما حضراتكم عارفين كانت وقعت عن طريق يعني زوم، لان دكتور اشرف صبحي لتاني مره
يعني بيصاب بكورونا. يعني موضوع والله العظيم كتر ما هو بقى متفشي بقى حاجه تضحك يا جماعه. واحنا امتى هنخلص من الفيروس ده بجد؟ يعني على كل حال الف سلامه لدكتور اشرف صبحي، اصابته كمان اتكلم مره ثانيه او بفيروس كورونا، حاجه اعتقد ما هياش بسيطه. بس عايزين نقول ان هذا الماراثون كمان امتداد لرساله يعني الاعمال الخيريه والانسانيه بكافه يعني محطاته الدوليه، ودعما كمان للعلاقات والروابط التاريخيه الوثيقه بين الامارات ومصر. خلينا نروح نشوف كده تفاصيل اكتر عشان الصوره توضح ونرجع نكمل. عرض التفاصيل عن الماراثون زايد الخير اللي توقف بسبب الجائحة بالعالم كله، توقف لمدة سنتين، واليوم إن شاء الله راجع بنسخة جديدة بفكرة جديدة. منطقة جميلة عندكم، كل مصر جميلة لكن المنطقة هاي جميلة، عروسة البحر اسكندرية، فبتكون هناك بإذن الله. شغالين يد بيد مع الوزارة، ومع كل الشكر لوزير الشباب والرياضة ومجلس الضبط الرياضي، وشغلين يدي بيد أن نسوي شيء جديد، مناطق ترفيهية، مثل يعني أن تقولين مش ماراثون بس، ماراثون مع أشياء ترفيهية هدفها الخير، المحبة، المشاركة. هذا الماراثون يمد يد العون، ما يشوف دين، ما يشوف عرق، إحنا كلنا سواسية، هدفنا الأخير هو الخير. احنا شغالين يد بيد، روح فريق عمل واحد، ان نوصل لأهداف خيرية، نوصل لتنظيم ممتاز، نوصل الى مد يد العون. كيف الطريقة؟ ان في الأخير الشخص او المريض يستفيد، خاصة هذه السنة لأهل مصر. فان شاء الله كل شيء ان شاء الله بيكون على بنشتغل على قدم وساق، وان شاء الله الله يوفقنا في هذه الارض الجميله مصر. الحقيقه النهارده ده يوم مهم جدا لمستشفى اهل مصر، ومهم جدا لكل العاملين في المجال الاهلي في مصر، لان هو دايما بنقول ان محدش قادر يعمل حاجه لوحده، مؤسسه اهل مصر ما تقدرش تعمل حاجه لوحديها بدون الدعم الحكومي، ممثلا في وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، وبوجه له كل التحيه. ما نقدرش نعمل حاجه لوحدينا بدون ما يساعدنا المجتمع الاهلي، سواء في الدول الشقيقه او حتى داخل مصر. ده يوم مهم جدا لان ضحايا الحروق في مصر وفي كل حته في العالم للاسف بيعانوا من التهميش، ومحدش كتير بياخد باله ان في مشكله كبيره ليها علاقه بالحروق. يمكن اهم مكسب بنكسبه النهارده هو ان ماراثون زايد الخيري هيسلط الضوء على المعاناه التي يعانيها ضحايا الحروق. بالتاكيد الحمد لله ان احنا نعود مره اخرى بعد الانقطاع اللي صار في فتره الجائحه للماراثون في جمهوريه مصر، وسعيدين ان احنا نرجع باستعداد اكبر بفتره مبكره في الاستعداد، سواء كان للمنظمين بالاشراف المميز اللي موجود من معالي الدكتور أشرف صبحي والوزارة وفريق الوزارة كاملا، أو من خلال إن شاء الله الاستعداد المبكر اللي راح يكون من قبل المتسابقين إنهم يكونون مستعدين للمشاركة، وأيضا يكون في فرصة لشركاء الخير، لكل من لديه القدرة وإنه يساهم معنا في الأعمال الخيرية سواء كان مؤسسة أو فرد، لأن الهدف اليوم إن احنا دائما نقدم أعمال تتحول الرياضة إلى وسيلة من الوسائل الدعم العمل الإنساني. واليوم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق مستشفى يعمل لأهداف إنسانية، مستشفى يقدم خدمة مجانا، ويعتبر يعني واحدة من المشاريع المميزة على مستوى العالم. عجبتني الجملة الأخيرة لما تتكلم ان الرياضه ممكن ان هي تستخدم مش بس في مجالها، ممكن تستخدم من خلال ان انت بتدعم يعني مثلا فكره انسانيه، او انت بتعمل وعي لامر ما في المجتمع، بتقرب المجتمعات بينها وبين بعض. اعتقد دي كلها يعني اسباب حلوه جدا او نتائج حلوه جدا نابعه من فكره الرياضه هنا، ك يعني زي ما بتقال كمجمل او كجمله
اصلا في العموم كده بتكلم عن الرياضه، فحاجه مشرفه جدا وانا بحب الحاجات دي. وفي ناس على فكره باي ذا واي يعني في ناس ما بتفهمش يعني ايه ماراثون في كيس معينه او لسبب معين او لحاجه معينه او لتوعيه معينه. هي الفكره ان انت لما بتعمل اي مثلا ماراثون او مثلا زي ما بيتقال كده تور بالعجل او واتيفر اي نوع من انواع الرياضات، يعني ده بيخلي الناس تلتفت ليك، فلما بتلتفت ليك تبتدي تتساءل هو ده بسبب ايه. فكل مره او كل حاجه زي دي بتكون بسبب ما. احنا بنتكلم عن ماراثون في الاسكندريه، طبعا مدينه او محافظه من احلى محافظات في العالم، وفي نفس الوقت انت بتسلط الضوء على ملف مهم جدا وهم مصابي الحروق، فدي حاجه مهمه. فكره هنا الوعي، درج الوعي في المجتمع، فبتهيالي حاجه كويسه ونتمنى يكون في كمان المزيد منها في القريب وفي ملفات كمان مختلفه. فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. نروح نتابع مع حضراتكم من جريده بوابه نيوز، ومراسلتنا العزيزه مريم سميح موجوده هناك عشان نعرف منها اهم الاخبار في المنشطات والصحف والمواقع كمان. مريم صباح الخير، بونجور جدا، وخليني طبعا في البدايه كده اعرف منك اخبارك ايه واخبار الزحمه ايه والحاله المروريه، وبعدين لما نروح معاكي ليك برضو الاخبار والمنشطات اللي معاكي. معاكي خبر مهم جدا من جريده الاخبار وهي مفاجاه بصراحه، والعنوان كده بيقول مفاجاه اتلتيكو بيضحي بجريزمان من أجل رونالدو. وفي أخبار كده متداولة، كنا لسه بنتكلم عن الميركاتو الأوروبي الصيفي ومين مصيره فين، وذكرنا يمكن كريستيانو رونالدو الأسبوع اللي فات أنا وكريم، وناس كتيرة عايزة ومترقبة تعرف الخطوة الجاية لكريستيانو رونالدو فين. دلوقتي في كلام واضح شوية إن إحنا بنتكلم عن أتلتيكو، فالتفاصيل أكيد معاكي، اتفضلي. بصبح عليك يا نهواندو، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة صحفية جديدة من داخل مقر بوابة نيوز. يمكن زي ما انت قلتي فعلا يا نهواندو، النهاردة احنا معانا أكثر من عنوان الحقيقة مثير للجدل بشأن يعني جميع الدوريات الأوروبية، وكمان معانا أخبار عن محمد صلاح وفكرة كمان يعني قيمته التسويقية، ومعانا عدد كبير جدا من الأخبار. وطبعا أكيد الخبر أو العنوان اللي انت تحدثتي عنه الحقيقة إن هو كان أكثر العناوين المثيرة للجدل معانا النهاردة في جولتنا الصحفية. ولكن خليني أقول لك في البداية عن يعني الحالة المرورية، الحقيقة إن هي يعني يمكن زي برضو الأسبوع الماضي تم السيطرة عليها بشكل كبير جدا، والحمد لله إن يعني ما فيش كثافات مرورية كبيرة جدا باستثناء بعض يعني الطرق الرئيسية المؤدية لوسط المدينة، زي يمكن دائري طبعا صفت اللبن أو محور صفت اللبن، وأيضا محور 26 يوليو، أيضا كوبري 6 أكتوبر. ولكن الحقيقة إن هذه يعني الكثافات المرورية تقل ساعة بعد ساعة، والحقيقة إن يعني الحالة المرورية يعني يقدر أي حد يتحرك خلال الساعات المقبلة بسبب السيولة المرورية اللي موجودة في وسط المدينة. خلينا بقى ننتقل لتفاصيل جولتنا الصحفية النهاردة. العنوان الأول من موقع اليوم السابع: صلاح وهالند يقودان التشكيلة المثالية الأغلى ببريمير ليج قبل الموسم الجديد. الحقيقة إن 10 أيام فقط بتفصلنا عن بداية موسم البريمير ليج لموسم طبعا 2022-2023، والحقيقة إن ده يمكن أبكر موسم بريمير ليج، ده طبعا يعني مقارنة بالبريمير ليج اللي كان في موسم 99-2000 وبدأ يوم 7 أغسطس. ولكن البريمير ليج في الموسم الجديد هذا العام هيبدأ يوم 5 أغسطس المقبل. والحقيقة أن صلاح وهالند يمكن في كلام كبير جدا عن القيمة التسويقية الخاصة بيهم، ومعانا يمكن يعني أنا هواندا أنا عارفة أنت بتهتمي بلغة الأرقام، معانا النهاردة الخبر ده مليء الحقيقة بالأرقام. تقرير اليوم السابع ركز بشكل كبير جدا على الأرقام، لأن تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول طبعا في التشكيل الأغلى للدوري الإنجليزي، ده طبعا قبل انطلاق الموسم الجديد. تبلغ طبعا قيمة محمد صلاح التسويقية 90 مليون يورو، ده طبعا وفقا لترانسفير ماركت، دي طبعا الشبكة العالمية اللي بتبقى مهتمة بالقيم التسويقية للاعبي البريمير ليج. وطبعا بيقود محمد صلاح خط الهجوم ل الفريق الأغلى بالبريمير ليج بجانب النجم النرويجي هالند الوافد الجديد لصفوف طبعا مانشستر سيتي، وبتبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو، ده طبعا يمكن تشكيل المثالي والأغلى للبريمير ليج، ده طبعا قبل الموسم الجديد أو قبل أيام قليلة جدا من بدء الموسم الجديد. ويمكن في حراسة المرمى أليسون بيكر ب 50 مليون يورو، وفي خط الدفاع فان دايك ب 55 مليون يورو،
وروبن دياز 75 مليون يورو، ألكساندر أرنولد ب 80 مليون يورو، وأندي روبرتسون 65 مليون يورو، وفي خط الوسط طبعا فيل فودين ب 90 مليون يورو، وداكلين رايس ب 80 مليون يورو، وكيفن دي بروين 85 مليون يورو، وأخيرا في خط الهجوم طبعا زي ما احنا قلنا صلاح 90 مليون يورو، وهالاند 150 مليون يورو، وأخيرا سانشو 75 مليون يورو. ومن جريدة الأخبار طبعا الخبر اللي انت اتكلمتي عنه يا نهاوند جاء بعنوان مفاجأة، أتلتيكو يضحي بجريزمان من أجل رونالدو. طبعا كشف التقارير الصحفية أن أتلتيكو مدريد يستعد للتضحية بنجمي طبعا أنطوان جريزمان من أجل توفير المبلغ المطلوب للتعاقد مع النجم طبعا البرتغالي كريستيانو رونالدو طبعا، والتعاقد معه من مانشستر يونايتد، لأن يعني الحقيقة خلال الفترة الماضية أوضحت التقارير الصحفية أن رونالدو بيرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، وأنه هو كمان يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وكمان يمكن صحيفة تايمز اتكلمت عن هذا التقرير وسلطت الضوء عليه بشكل كبير جدا، أن أتلتيكو يعني لا يستطيع توفير مبلغ التعاقد مع كريستيانو رونالدو، خاصة مع القيمة التسويقية الكبيرة أو يعني أجور اللاعبين، فاتورة أجور لاعبي أتلتيكو الحقيقة أن هي مرتفعة جدا، ده طبعا بناء على قواعد رابطة الدوري الإسباني، وبتفكر الإدارة في التخلي عن جريزمان وتقليل هذه الفاتورة يعني بعرض جريزمان للبيع أو فكرة أنه هو يتعاقد بعد ما عرضته طبعا اللاعب المعار من برشلونة، عرضته على باريس سان جيرمان، ده الحقيقة علشان تقدر أن هي توفر طبعا أكيد مرتب كريستيانو رونالدو، وخاصة أن طبعا تقارير أيضا هواند اتكلمت عن فكرة أن كريستيانو يعني يرغب في الرحيل بشكل نهائي، خاصة بعد ما غاب كمان عن المعسكر التحضيري الأخير، وده طبعا أكيد بيؤكد فكرة رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن موقع صدى البلد، تشافي يطلب من هداف مانشستر يونايتد خفض راتبه للبقاء في برشلونة. أفادت طبعا صحيفة بارسا يونيفرسال الإسبانية بأن تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة طلب شخصيا من الدولي الهولندي فرانكي دي يونغ تخفيض أجره بمقدار النصف، لأنه طبعا بيريد اللاعب في فريقه خلال الموسم المقبل أو التعاقد المقبل. ويقال أن دي يونغ يعني يمكن منفتح على الفكرة أو يمكن بيفكر فيها، على الرغم من أن فكرة تخفيض راتبه للنصف ده أكيد أمر مزعج يعني لأي لعيب، ولكن هو يمكن بيفكر في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الصحيفة أيضا أن تشافي التقى مع فرانكي هذا الأسبوع في اجتماع خاص، وناقشوا الحقيقة مستقبل الهولندي مع النادي الإسباني، بينما أكد تشافي أيضا أنه يعتمد عليه ويعتبره عضو مهم جدا في الفريق. وذكرت المصادر أيضا أن يعني يمكن الاجتماع بعد ما انتهى، الحقيقة أن الطرفين كان يعني باين عليهم يعني قدر كبير جدا من الرضا والسعادة، ويمكن خلال الفترة المقبلة أكيد هنسمع كل ما هو جديد أو هنسمع أخبار إيجابية بشأن هذه الصفقة. وأخيرا من موقع كورة، يمكن كنا بنتكلم وانت كمان هواند اتكلمتي مرارا وتكرارا عن فكرة يعني استمرار جائحة كورونا أو كوفيد 19 إن هي لسه بتستمر في البلاد والدول المختلفة، والحقيقة أن هذا الخبر هام جدا، لأن الحقيقة أن هي رجعت تسيطر تاني على الوسط الرياضي أو الفرق الرياضية، وكمان على البطولات العالمية اللي بتقام في دول مختلفة. والعنوان الأخير من موقع كورة، كورونا يجتاح بطولة العالم لا ألعاب القوى. طبعا ظهرت نتيجة الفحوصات التي أجريت على المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى والمقامة حاليا في الولايات المتحدة إيجابية أو إصابة 58 شخص من هذه البعثة، يعني كانوا هم بوزيتيف كورونا، وكمان ده قبل ختام المسابقات الثمانية النهائية وفقا طبعا لمنظمي البطولة. وأعلنت المتحدثة باسم اتحاد القوى أو الاتحاد الدولي لألعاب القوى جاكي بروك أمس أنه في الإجمالي كانت نتيجة الفحوصات يعني خلال الفترة الماضية كانت 10 فقط من الرياضيين، وتم إجبار 3 لاعبين على مغادرة البعثة طبعا
علشان ما يصيبوش بقيه البعثه، ولكن الحقيقه ان كان الوقت متاخر جدا، وتم الاعلان امس في بيان هام جدا انه 58 شخص تم اصابتهم بفيروس كورونا. والحقيقه يعني ان يمكن بدات هذه البعثه او بدات هذه البطوله يوم 15 يوليو الجاري، وكانت بتضم يعني هذه البعثه سواء اداريين او رياضيين او مختلف المشاركين في هذه البعثه حوالي 1700 شخص. والحقيقه يعني ان اكيد هيبقى فيه مفاجات كثيره جدا خلال الفتره المقبله بشان الفحوصات الخاصه بالمشاركين في هذه البطوله. طبعا دي كانت كل العناوين الصادره صباح اليوم الاثنين من داخل مقر البوابه نيوز. بشكرك جدا هوند، الكلمه ليكي مره اخرى. أنا اللي بشكرك يا مريم فعلا، وتحياتنا لزملائنا في البوابة نيوز. وزي ما انت قلتي يعني احنا اتكلمنا مرارا وتكرارا وغيرنا اتكلم، ولسه هنتكلم في موضوع كوفيد-19 اللي ما زال منتشر ومتفشي بشكل كبير جدا للأسف الشديد، ولسه في ناس كل يوم بمعدل كل يوم بتصاب، فحاجة صعبة طبعا، واللي أصاب أو أصيب مرة بيصاب مرة تانية أو غيره. فنتمنى فعلا الواحد ينام يصحى يلاقي الكارثة دي بقى أو الوباء ده انتهى من العالم كله، لأن زي ما احنا كنا شاهدنا في بداية أصلا الكوفيد وبداية 2020 الموضوع كان متفشي شوية في المجتمعات، بعد كده أصبح أنه هو بيؤثر على الأحداث المختلفة والرياضة وغيره، فكده واضح أن احنا بنعود مرة تانية للأزمات السابقة. نتمنى أن ما يكونش بنفس المعدل على كل حال. كده الفقرة الأولى انتهت، خليكم معانا، هنروح فاصل ونرجع عشان نبدأ أخبارنا أو بقى فقراتنا الحوارية مع الأستاذ سامي عبد الفتاح. زي ما احنا كلنا تابعنا امبارح كان فوز غالي غالي، لان انت خدت الثلاث نقاط بتوعك طبعا على الجونة. الهدف بقى دلوقتي او الحالي ان انت تستعيد لقب الدوري، مفيش اوبشن تاني. ما عندناش يا جماعه اوبشن تاني. ان شاء الله. خلينا نرحب على كل حال، ان في كلام كتير جدا الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. صباح الفل. صباح الخير، واهلا بك يا نوان، ودعواتي للاستاذ كريم يرجع يا رب ان شاء الله ويرجع للمشاهدين. ان شاء الله يرجع بالف سلامه، وان شاء الله الفيروس ده يتم التحكم فيه لان تعبنا بصراحه. ولسه كنا معانا خبر خاص بدكتور اشرف صبحي كمان اصيب للمره الثانيه، انا فاكره ان هو كان جاله من كام شهر، فواضح ان الموضوع مش بسيط يعني برضو. لا يعني موجود واي تهاون مش صح يعني. صحيح. نبدا بقى بامبارح، لان امبارح انا يعني شفت مشهد حلو جدا، كلنا شفنا مشهد اكثر من رائع في المدرجات. زي ما بيتقال كده ممكن الجماهير يعني جماهير الاهلي ان هي تزعل من اللعيبه، تزعل من الماتش، تزعل من النتيجه، لكن لا يمكن ان هي يعني تقصر في حق يعني النادي او اللعيبه. دي حاجه على مره يعني انا مش عارفه اتكلم ليه على مدار التاريخ. لا. يعني مضمونه زي ما بيتقال، بس فخليني ابدا مع حضرتك من المشهد ده، لان مشهد كان جميل جدا، وشفنا الهتافات وشفنا قد ايه في معذره للفريق حتى الدقائق الاولى، ويمكن ده برضو اللي ادى الثقه، لان بعد طبعا الماتش اللي فات الناس او اللعيبه كان عندها روح انهزاميه الى حد ما، لكن فكره هنا ان انا الاقي الجماهير زعلانين مني بس في نفس الوقت في ظهري وداعميني وبيقول لك ركز في اللي جاي، لا دي حاجه كبيره قوي مش بتلاقيها في كل النوادي. انت جبت جول من الاول كده الحمد لله. يعني الجمهور فعلا كان صوره جميله جدا امبارح، يعني بعد ضياع كاس مصر والخساره امام بيراميدز ما تخلاش عن فرقته، ودي سمة رائعه جدا في جمهور الاهلي، ودي سر بطولاته كمان. يعني مش هنقول اللعيبه بس اللي بتجيب بطولات، الجمهور كمان معاها بيحضروا البطولات دي، وداعمين ممتازين للفريق في كل العصور وفي كل. فاللقطه اللي انت اشرت ليها كانت ايجابيه جدا، بعد كبوتين في وقت قصير، فبالتالي انا شايف ان ده بيحفز اللاعبين اكثر ان هم يدوا اكثر. صحيح عليهم ضغوط كتير جدا، وحاجه غريبه جدا عمالين نشوف لعيبه بتقع واصابات من غير ما حد يلمسها، ده دليل على اجهاد عنيف جدا، بس الجمهور في ظهر لعيبتها، وده يعني بيخليني شخصيا اتوقع ان طاقات جامده جدا تتفجر من اللاعبين في الجولات الجايه. طبعا حوالي ست جولات مهمين جدا في الدوري اللي باقيين،
ده يعني هيرسموا ملامح بطل الدوري ان شاء الله. بس اللي انا شفته امبارح بدايه لما هو بشكل ايجابي ان شاء الله. ان شاء الله الفتره اللي جايه نتمنى ذلك. خليني اروح مع حضرتك برضو استاذ سامي، لان احنا لو هنتكلم عن شكل الاهلي، الاهلي الفتره دي ولو حضرتك تتفق معايا ملوش شكل ثابت، بمعنى ان انا ممكن ماتش العب حلو جدا واجيب نتيجه رائعه واخد النقاط بتاعتي، وماتش تاني العب وحش جدا وما اجيبش النتيجه المرجوه. ما بقاش الواحد فاهم هو في ايه. يعني احنا عندنا مشاكل طبعا فرشور يعني بالتاكيد، ولكن ليه في ماتش بنلعب حلو قوي ويبقى فيه مجهود على الارض بيبذل وسعي و الى اخره، وماتش تاني الاقي يعني بتفرج كده بقول طب هو ليه احنا ليه لعبنا كده، احنا ممكن نلعب احسن من كده. بالظبط ليه التخبط اللي انا شايفاه دلوقتي واللي ملحوظ بشكل كبير. نمره يعني هنقول ان في اجهاد عام ده يعني، بس هو ده مش مبرر يعني. اكيد ده مش مبرر يعني، اللعيبه بتتساقط ورا بعضها بنفقد نجوم مهمين جدا في جميع الخطوط، بس ده مش مبرر يعني. في يعني انا عايز اقول رايي الشخصي ان تغيير الجهاز الفني ودخول جهاز جديد في وقت صعب ده مساله يعني مهمة جدا. خسارة لقب أفريقيا برضو كان لا تأثير سلبي على اللاعبين، فبالتالي أنا بشوف أن اللاعبين عليهم مسؤولية أكبر كتير جدا في الفترة الجاية والمرحلة عليه، أن هم يثبتوا أن هم جديرين بالفانيلة الحمراء. وده يعني أنا قلته في يوم المؤتمر الصحفي بتاع البرتغال سواريش، كنت في الاستوديو هنا مع استاذ ابراهيم المنسي وقلت اللاعبين عليهم الدور الاكبر من سواريش في المرحله دي. في المرحله دي لان هو بصراحه ليس عليه اي يعني كلمه، حدش يقدر يتكلم دلوقتي. الراجل جاي في ثالث موسم بالظبط، جاي في ظروف صعبه مش مميزه يعني، فاللاعبين هم الاكثر فهما لطبيعه الصراع في سباق الدوري وسباق الكاس. بالظبط، وخسرنا الاهلي خسر الكاس ما يجبش انه يخسر الدوري كمان. فدي مهمه اللاعبين قدام جماهيرهم يعني. يعني جماهير الاهلي يعني ما اثرتش في حاجه، لا صراحه ابدا وعمرها ما اثرت ابدا. اللاعبين عليهم دور مهم جدا زي ما انتم بتقولوا، بعض اللاعبين يعني مستواهم مش مفهوم، ينتبهوا لانفسهم ويشوفوا ايه اللي بيحصل معاهم وبيحصل مع الفرقه. يعني ممكن نقول اسماء محدده بس مش مجال. لا ما نقولش هقول لك انا على حاجه. لا يعني الجمله انا فاهم وجهه نظر حضرتك. الجمله لازم تبقى بادئه يعني. الاهلي امبارح 70% استحواذ ممتاز جدا. طب فين النتيجه؟ الشوط الاول انتهى سلبي نتيجه ان بعض السلبيات في الاداء. لا انا لازم اكمل الجمله الهجوميه بتاعتي صح. واعرف ان انا يعني مش مجرد ان انا طالع وبس. هو سواريش ليه اتحدث تحديدا في اول ما جه على كذا نقطه، ومنها الكلمه اللي حضرتك او النقطه اللي حضرتك ذكرتها، لان هو قال انا ما عنديش حد يعني. اولا تحدث عن اللعيبه، قال لك انا ما عنديش حد يعني لاعب كبير ولاعب مش كبير. هو قال اللي هيكمل معايا هو اللي هيبقى جدير بان هو يكمل مع النادي الاهلي. فدي نقطه مهمه جدا تحدث اوريدي عنها سواريش، فمش قلقانين من ناحيه الكواليتي الخاصه باللعيبه. النقطه الثانيه لما جه برده سواريش وتحدث ان احنا عندنا مشاكل والمشاكل دي هو على درايه بيها وهو بيدرس اكتر هذه المشاكل، وان هو مش بس عايز يحل المشاكل، هو عايز يطور من كره القدم في النادي الاهلي. فدي كلها برضو حاجات او بدايات او زي ما بتقال كده مؤشرات ايجابيه جدا، ان مفروض احنا هيتم تاسيس او اعاده النظر في كل السلبيات اللي مرينا بيها مع النادي الفتره اللي فاتت. فمتفائل بالكم ده او بالتصريحات دي او بالوضع ده برضو. مع كل اللي قاله ده بكرر ان اللاعبين عليهم الدور اكبر، يساعدوه. الراجل مش شايف قدامه يعني، هو جاي ماتشات 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 ورا بعضها وكلها بطولات يعني دوري وكاس وفي كاس ثاني، فبالتالي يعني تحديات مش قليله طبعا.
فاللعيبه لازم تساعده. صحيح الفترات الزمنيه بين كل مباراه ومباراه ما بتديش اي مدرب، مش سواريش بس، ما بتديش اي مدرب انه يقدر يعمل حاجه مع فريقه. فاللعيبه عليها دور كبير جدا ان هي تحس بمسؤوليه اكبر داخل الملعب، مسؤوليه راحت الجماهير، مسؤوليه راحت اداره النادي اللي ما بتبخلش عليهم بحاجه. فدي مهم يعني بكررها واقول ان مهمه اللاعبين هي التحدي الكبير في الفتره الجايه، رغم ان الفرقه فقدت عدد لا يعني يؤسف لها من اللاعبين المهمين في الفتره، يعني الله اعلم هيرجعوا امتى. محمد الشريف يمكن ما يكملش الموسم لسه ما فيش حاجه واضحه قوي، بس يعني لو هنتكلم اجمالا لا طبعا في غيابات، في اصابات، في اجهاد عام بشكل كبير جدا. نتمنى، اصل المشكله في ايه؟ المشكله مش انا برضو كنادي اشتغل على هذه المشاكل فقط وفكره الاجهاد تحديدا، المنظومه لازم تحل التلاحم اللي حاصل. هو يعني او احنا بنقول يا ريت، بس هي دي بقى اصل المشكله. ما اجي احل لازم احل اصل المشكله، مش اقعد اسكن. فيعني الوضع صعب جدا برضو على مدى تاريخي في المهنه. ما شفتش 2 كاس في موسم واحد مع دوري جديدة عجيبة كمان. يعني ما شفتش الكلام ده، يعني ايه كاس 2020 ده ملوش لازم. احنا بنلعب بتاع السنه اللي فاتت يعني، ملوش لازم. على كل حال استاذ سامي هنرجع مع حضرتك تاني، لسه عندنا كلام كتير. ولما هرجع لنقطه مهمه جدا، وحضراتكم خليكم برضو معانا، لان احنا كل فتره كده بنسمع حاجات بتتردد خاصه بالنادي الاهلي. يجي يقول لك مش عارفه كابتن سيد عبد الحفيظ متخانق مع مين، كابتن حسام غالي متخانق مع مين، في مشاكل جوه مجلس الاداره وهكذا، حاجات يعني الواحد بيبقى قاعد اللي هو يعني نعم، او بمعنى اصح هو في ايه؟ ليه في تركيز بهذا الشكل وكم الاشاعات الخاصه بالنادي الاهلي واداره النادي الاهلي؟ يعني هل هي محاولات لتحطيم؟ طب هي في يعني تربص اكيد. خلينا يعني نتكلم في ده، لان اصبح سخيف واصبح في نفس الوقت مضحك. فاصل وهنرجع نكمل. حديثنا لسه مستمر مع الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي وصديقنا العزيز طبعا. قبل الفاصل اتكلمنا انا وحضرتك في نقطه مهمه، هي فكره الحملات اللي دايما بتبقى على الاهلي وفترات كده كل شويه يطلع لك حملة ما تتحدث عن بعض الامور، ويطلع حد يقول لك خد المعلومات دي وخد الحصريات دي ومش عارف ايه، ومش عارفه مين متخانق مع مين من مجلس الاداره، وعندنا مشاكل هنا ومشاكل هنا. حاجه اصبحت يعني اتعودنا عليها وبقت دمها تقيل وبقت سخيفه وبقت تضحك في بعض الاحيان الثانيه يعني. فبتشوف ده سبب وايه في الاول وفي الاخر، والغرض منه ايه اصلا؟ طبعا يعني نمره واحد يعني نتائج الفرقه دي فرصه لناس كثيره بتتكلم. تتكلم دي فرصه الناس تفتح بقى بقها علينا يعني بمعنى اصح. يعني وده يعني شيء يعني ما تعودناش عليه من الاعلام ومن السوشيال ميديا في حاله الاهلي لما بيكون مكتسح الملعب. صح، يعني ما بنشوفش فعلا كلام بيتقال حاجه زي كده لما بيبقى الاهلي واللي هو الطبيعي بتاعه يعني بيكون محقق الانتصارات. بيبقى في اشادات وفي اجواء ثانيه خالص وايجابيه. يعني دي بتبقى مجاملات او محسوبيات ولا بتبقى لا ايه بالظبط؟ هي السوشيال ميديا بقى يعني بقت داء في كل بين كل الناس وكل واحد. بس انا لا اتحدث هنا وما بتكلمش عن السوشيال ميديا، انا بتكلم عن بعض الاشخاص واللي لهم بالزبط. يعني قيمه في المجال الرياضي، ومن غير ما نسمي حد حضراتكم اكيد عارفين نتكلم عن مين. من غير قيمة ولا حاجة يعني هنقول كده احنا في التلفزيون يعني استاذ سامي وبعدين ماشي اتفضل. في ناس بتشعبط في النادي الاهلي طبعا في شخصياته للفت النظر صح. يعني مش لاقي حاجة عندها بتشعبط في النادي الاهلي وشخصياته وابنائه بأي كلام صح، وده يعني شيء مثير للضحك زي ما انت بتقولي يعني. بس انا على ثقه ان جماهير الاهلي فاهمه طبعا كويس قوي. على فكره هما بيدخلوا يردوا، يعني عايز اقول لك النادي الاهلي مش محتاج تصريح رسمي، النادي الاهلي عنده جماهير هما الدرع. انا بكلمك بجد بالزبط. هما بيخشوا يردوا اصلا ف بالزبط. يعني الموضوع ادفى من الواحد يلتفت ليه فعلا. فهو بالظبط دي ننهيها بقى كده جبته خلاص، فعلا اتفه من الواحد بالزبط. اللي يتعامل معاه
ويعني تشتيت لجهود الفرقه وجهود النادي الاهلي وادارته فيما هو مستهدف. يعني فيعني ده الكره ما بقتش في الملعب بس، بقت في تصريحات وكلام فارغ وكلام مضحك، بس الناس اللي فاهمه كويس هتلاقي ان الكلام ده لا قيمه له مع فريق يعني بيسعى انه هو يكون في احسن حالاته. وهو مركز في نفسه، الاهلي الحمد لله طول عمره مركز في نفسه، لا يلتفت اصلا ان نجاحات غيره او اخفاقات غيره، هو مركز في نفسه، بس للاسف اللي بيركز في نفسه الناس هي اللي بتبقى مركزه. هي الرياضه نجاحات واخفاقات مساله عاديه جدا. بالزبط. مساله عاديه جدا. طيب خلينا نتكلم شويه عن الفنيات، وهنا فكره ان احنا محتاجين لو حضرتك تتفق معايا تدعيم شويه الخطه الهجوميه، او يعني بنتكلم كده بمعنى اصح لازم سواريش يركز شويه على فكره الهجوم، هو اصلا فكره هجومي لحد كبير بالزبط. في اللعب، فبتشوف برده ده ازاي والجمل الهجوميه ازاي يتم تدعيمها برده معانا في الفريق. مهم قوي النقطه حضرتك طرحتيها، لان سواريش كبرتغالي يعني فكرهم كله هجومي كمدربين، فالراجل يعني والاهلي مسؤولياته انه يهاجم ويهاجم ويهدف وياخد بطولات، دي مسؤولياته قدام جماهيره. فيعني في دفهات زي ما بيقولوا، يعني دي المشكله اللي موجوده في الفرقه حاليا، ان انا ابذل جهد في الملعب وسيطر زي ماتش امبارح واهدف متاخر جدا، في فرص ما تضيعش، فلازم يكون التركيز، اتعامل مع كل هجمه بتركيز عالي جدا في اللحظات في اللمسات الاخيره دي نقطه. والله نهوان محتاجه نحط تحتها 100 خط، اللمسه الاخيره في الهجمه. أيوة. الاهلي بيهاجم كل حاجه، بس اما يعني في حاله الهجوم ويفقد الهجمه بتسد عليه. كان امبارح كان الجونه كان هيهدف بدري في الشوط الاول، فيعني الشوط الثاني. فدي نقطه مهمه جدا، ان احنا كل يعني الكوره في رجلينا قطعه ذهب نحافظ عليها وما نبالغش في المراوغه، ما نبالغش في الفنيات اللي مالهاش لازمه، لا لازم 1 2 3 جوه الشبكه، ده المفروض. صح. ودي مدرسه الاهلي من زمان، يعني انا شايف ان مثلا الجون الرابع اللي كان في ماتش فيوتشر اللي حرزه احمد عبد القادر نموذج اللي ما يجب عليه ان يكون اداء الاهلي، وشايف كمان ان الجون بتاع امبارح اللي اتلغى ده هدف بتاع احمد عبد القادر برضه، لانه كان جاي جدا، مفيش تداخل من حسام حسن، بس مش ده موضوعنا. بالظبط. فبالتالي انا بشوف ان مهم قوي ان اداء الاهلي يكون ايجابي اكثر، لان التحديات كبيره. يعني انا ضاعت مني الكاس. بص يا استاذ سامي، احنا بنامل ان شاء الله ان سواريش يحقق ده، لان هو ده الغرض الاساسي اللي طبعًا. احنا جايبينه او تم استقطابه، يعني لان احنا محتاجين حد يشتغل على الاخطاء والثغرات اللي عندنا في النادي الاهلي، يشتغل على تدعيم اللعيبه فنيا ونفسيا، يشتغل على فكره تطوير الكره عندنا، يشتغل على نقاط وملفات كتيره جدا، الاحمال البدنيه، يعني كل حاجه محتاجين فيها تطوير واهتمام. فنتمنى ده في الفترات اللي جايه يتم بقى انعكاسه على الملعب، يعني نشوف ده بنتائج باذن الله الاهلي يحققها. ومره ثانيه نتمنى مش نتمنى بس، احنا بنرجو وبنطلب، لان ده الطبيعي، نتمنى ان شاء الله الدوري يكون اهلاوي ان شاء الله. قول يا رب ان شاء الله باذن الله. يا استاذ سامي نورتني، اهلا ونشوفك قريب ان شاء الله ان شاء الله، ونتمنى ان حضرتك تكون معانا بعد ما الدوري يعني يرجع مكانه الطبيعي اكيد مع النادي الاهلي باذن الله يا رب. ان شاء الله كلنا. انا بشكر حضراتكم، هنروح فاصل سريع جدا ونرجع لاخر فقره، وهي طبعا الفقره اللي هتكون الطبيه مع دكتور دينا ابو السعود، خليكم معنا.
نفتح بحضراتكم في الفقرة الأخيرة الطبية اللي كنت بنوه عنها في بداية الحلقة، وهنتكلم فيه عن أهمية يعني تناول المكملات الغذائية في فترة زي ما بيتقال كده النقاهة. هنفهم أصلا يعني إيه فترة النقاهة علشان مش كل الناس فاهمها، أنا نفسي مش فاهمة يعني إيه فترة النقاهة. من دكتور دينا أبو السعود اللي منورانا، صباح الفل. صباح الخير. إيه الأخبار؟ الحمد لله. إيه النقاهة دي بقى؟ استعادة الصحة واستعادة الحياة واستعادة اللي هي العودة مثلا من بعد مرض أو حاجة زي كده؟ مثلا بس طبعا فترة النقاهة مهم جدا إن إحنا ناخد فيتامينز، ولكن الفيتامينز انا مش بقول بس في فتره النقاهه يا نهاوند، يعني احنا all the time لازم نعمل انتيك من الفيتامينز all the time. يمكن فتره النقاهه وقت مثلا مرض معين او وات ايفر بيبقى نفسيتي مسدوده، فالاكل الانتيك بتاع الفيتامينز مش كتير وفتره النقاهه برضو، فبنلجا للفيتامينز. هي النقاهه دي بتبقى او فتره النقاهه بعد الخروج من ازمه صحيه ولا ممكن ازمه نفسيه؟ يعني كله ممكن، أزمة نفسية ممكن، أزمة صحية كل الحاجات دي بيحصل فيها فترات نقاهة. لكن هو الفيتامينز الحقيقة مهمة في كل الفترات، يعني من أهم الناس اللي لازم لا غنى عن الفيتامينز، لا غنى. أصحاب الأمراض المزمنة مهم جدا ليهم الفيتامينز، زي الاورام، زي السكر، زي مريض القلب، وكمان الامراض النفسيه. او انت عارفه وقت المرض النفسي بيبقى طول الوقت نفسيته مسدوده، عنده في كده وفي كده، في ناس بياكلوا كتير وفي ناس بتقلب معاهم بتقفل خالص. فمهم قوي ان هم ياخدوا الفيتامينز. وعلى طول بقول الفيتامينز لا ضرر من الفيتامينز اطلاقا ما دام بناخد الجرعه اللي مصرح بيها. عشان ناس، في ناس تقول لك ايه، لا ده الناس بتقول ما ناخدش فيتامينات، ده في توكسيستي، ده في سميه للفيتامينات. كثره الفيتامينات مش حلوه. الكثره مش حلوه، بس الفيتامينات القابله للذوبان في الماء ما لهاش توكسيستي من الاساس. بس برجع اقول كثرتها مش حلوه، لان هي بتتكسر عن طريق الكبد والكلى، فكثرتها مش حلوه. لكن ما لهاش سميه، ما بتتخزنش في الخلايا زي فيتامين سي، زي فيتامين بي كومبلكس، كله زي كل الحاجات دي. احنا عندنا الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون فيتامين دي وكي وايه، دول اللي ايه اخدهم بجرعات صغيره. او في احيانا الفيتامينات بتبقى علاج، ده بيبقى تحت اشراف طبيب لما بيديني جرعات كبيره. زي فيتامين د، في ناس عندها فيتامين د 5 و6 المفروض ما يبقاش اقل من 30، وقتها الدكتور بيديه عالي قوي. في ناس عندها هشاشه عظم بيدي لهم كالسيوم عالي قوي لوقت معين. لكن الب مالتي فيت كل الفيتامينات اللي فيه تركيزها ما تخوفنيش ابدا، وبس اخدها بالطريقه الصح. طيب لو حد دلوقتي صاحب مرض مزمن، فبالتالي هو بيبقى الدكتور كاتب له فيتامينز محدد، حتى ممكن تكون لوحدها، زي مثلا يقول له خد ليتس سي زنك مثلا لوحده، خد اللي هي كنا بنقول عليها ايه اوميجا 3 مثلا، وات ايفر. فهم ممكن يبقى بياخدوا فيتامينز كونسنتريتد او يعني مركزه جدا. هل ده يتعارض مع الب مالتي فيت؟ يعني مثلا الب مالتي فيت من مكوناته الزنك على سبيل المثال، يعني لو واحد او مريض بياخد اوريدي زنك لوحده هل يتعارض؟ بصي، هو وقتها بيستشير الطبيب احسن. يعني هل يتعارض لان انا عندي الزنك في الب مالتي فيت 23.9، هل هو محتاج اكتر من كده زنك؟ يعني دي حاجه وقتها بنقدر نستشير الطبيب. لكن لو حد يقول لي طب اخد الب مالتي فيت من غير استشاره الطبيب، ما عنديش مشكله، لانه مكمل غذائي وليس علاج. الفيتامينات العلاجيه لما الدكتور بيكتب لي كونسنتريشنز عاليه قوي. يعني مثلا الكالسيوم عندي 70 ملي جرام فقط. الناس اللي عندها هشاشه عظم بتاخد اكتر من كده بكتير زي ما الدكتور بيحسبها. فيقولوا لي ايه، طب دكتوره دينا بتقول ناخده فتره طويله، طب في كالسيوم، هل الكالسيوم هيحصل له ترسيب او نسبته هتعلى في الدم؟ اطلاقا، لان انا محتاجه من الكالسيوم يوميا 1000. الاطفال محتاجين 700، البالغين محتاجين 1000، الحامل محتاجه 1200، الكبار في السن محتاجين 1200. فانا بقول مع الب مالتي فيت بدعم بالاكل الصحي. مفيش حاجه اسمها اخد الب مالتي فيت وما اكلش خالص. يقول لك خلاص انا كده لا طبعا تمام. لا طبعا، لازم ادعم بالاكل الصحي، ولازم ناكل بروتينز، ولازم ناكل نشويات او كربوهيدرات بكميه محدوده، ولازم ناكل خضار وفاكهه.
طب الصحه النفسيه لو رحنا لها شويه وفكره هنا الادويه النفسيه اللي معظم المرضى بياخدوها هل بتتعارض مع الب مالتي فيت؟ لان هم بياخدوا طبعا اللي هي مضادات الاكتئاب والحاجات اللي زي كده، وفي ناس بتنام بمنوم بشكل يومي، هل في تعارض ولا لا؟ لا يتعارض اطلاقا مع الادويه النفسيه، بالعكس اطلاقا. الب مالتي فيت بيدعم الصحه النفسيه، واكيد الادويه النفسيه ما باخدهاش اطلاقا، دي بقى اطلاقا غير تحت اشراف طبيب لازم، لان الادويه النفسيه بتتاخد بجرعات، ولما بتيجي تتوقف ما بتتوقفش مره واحده، بتتوقف تحت اشراف طبيب كمان، لكن لا يتعارض اطلاقا مع الادويه النفسيه، بالعكس الدكتور ممكن كمان يدعم له بفيتامينات مع هذه الادويه. ايه المكون اللي في الب مالتي فيت بيشتغل على فكره التحسين الصحه النفسيه او المود يعني؟ فيتامين بي. فيتامين بي واوميجا كمان، اوميجا رائع لتدعيم الصحه النفسيه، وفيتامين بي اولا مغذي للاعصاب جامد جدا، ومغذي لاعصاب الدماغ او المخ، وفيتامين بي حلو جدا للنشاط وللطاقه، فطول ما الوقت انا حاسه ان يومي كل نشاط بلاقي نفسيتي احسن، فده مهم جدا. صح، القعده برضو كتير والواحد يقفل على نفسه بتؤثر بشكل كبير على الصحه النفسيه بشكل. طبعا طاقه كمان طبعا مهمه قوي ان احنا نعرف نمارس نشاطنا الاجتماعي بشكل سليم. الب مالتي فيت الحلو اللي فيه انه فيه 13 عنصر وفيتامين الجسم محتاجه يوميا، الجسم محتاج فيتامين سي يوميا، محتاج فيتامين اي يوميا، محتاج فيتامين بي. على الشاشه انا عندي 13 فيتامين ومعدن مهمين جدا لدعم المناعه، مهم قوي ان انا اعرف ادعم مناعتي، لدعم الصحه النفسيه، لدعم التمثيل الغذائي. على طول بقول لك يا نهاوند من غير تمثيل غذائي مفيش حياه. التمثيل الغذائي ان انا يبقى عندي القدره ان انا احول الاكل اللي باكله الى طاقه. صح. ففيتامين بي بيعمل ده. التمثيل الغذائي مهم لكل العمليات الحيويه حتى الطاقات الخفيه. او انا قاعده معاكي كده انا محتاجه طاقه، ايه هي الطاقه؟ النفس بتاعي ده عايز طاقه، التركيز لوحده التركيز كمان عايز مهم. طاقه. عمليه الهضم، هضم الطعام دي عمليه مركبه جدا، لو ما عنديش طاقه وما عنديش فيتامين بي مش هيحصل هضم وامتصاص كويس قوي. طرد السموم، طرد التوكسينز من الجسم، نقل هرموناتي، كل دي محتاجه طاقه. فالب مالتي فيت داعم جدا للتمثيل الغذائي لانه بيحتوي على فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. ده الحلو بقى، العيلة متكاملة زي ما بتقول. العيلة متكاملة. يمكن من أشهرهم الكوبالامين، جاله كده صيت الكوبالامين جامد، فيتامين بي 12، وبتلاقي في مالتي فيتامينز فيه كله ما عدا الكوبالامين. بطمن الناس إن ألب مالتي فيت دخله كوبالامين، كوبالامين مهم جدا ومش موجود إلا في اللحوم والمصادر الحيوانية. كويس جدا. طب نروح لأسئلة المشاهدين زي ما احنا متعودين معاكي. منا محمد، أنا أختي عندها كورونا بس الحمد لله بتتعافى منها، ممكن تاخد ألب مالتي فيت ولا لأ؟ طبعا يتاخد ألب مالتي فيت مع البروتوكول بتاع وزارة الصحة المصرية اللي كاتباه، أنت عارفة وقتها بياخدوا فيتامين سي، بياخدوا زنك، بياخدوا أنتي بايوتكس خافض للحرارة. أوريدي ألب مالتي فيت في الكومباينيشن بتاع فيتامين سي وبتاع الزنك، أنا عندي أعلى تركيز في الزنك 23.9، وعندي فيتامين سي موجود بنسبة 500 ميلي جرام، نسبة كويسة جدا مع البروتوكول بتاع وزارة الصحة، مفيش أي مشكلة. يعني مع البروتوكول عادي ناخد البروتوكول مالتي فيت، ده هيساعد على الشفاء كمان بشكل ممكن أفضل. طب هل ممكن ناخده كوقاية كمان، يعني الواحد بدل ما ياخد زنك لوحده وياخد فيتامين سي لوحده ياخد ألب مالتي فيت فيساعد إن هو يبقى فيه وقاية كمان؟ بصي مفيش وقايه لفيروس كورونا، حتى التطعيم بيقول لك لا يقي من فيروس كورونا، لكن في ان انا اعلي مناعتي، يعني ان انا اعدي من الكورونا مش حاسه بيها قوي او مناعتي مش كويسه، ف يعني يحصل لي مشاكل صحيه بشكل ما. لكن هو الفيتامينز لا يعني لا ما بتحميش من الفيروس، لكن تقدر يبقى عندي جيش قوي من الوايت بلاد سيلز، من الانتي بوديز، من الميكروبيون اللي هو الحاجات اللي في جسمي المسؤوله عن المناعه، ان انا اهاجم الفيروس لكن لا يمنع المرض اكيد. اكيد. عبد الله بحيري بيقول هل علبه الب مالتي فيت هي فيها كم قرص وكم شريط وبتكفي قد ايه؟ الب مالتي فيت فيه 3 شرايط، كل شريط فيه 10 اقراص، هيكفيني شهر كامل. السعر رائع، يعني السعر كويس جدا، متناول كل الناس.
بنصح بيه كل الستات اللي بتتفرج علينا تستخدمه من ساعه ما شافتني، بنصح كل الرجال اللي بتتفرج علينا تستخدمه من جميع الاعمار، من 15 سنه 12 13 سنه اقدر استخدمه. متواجد في صيدليات، احنا موجودين في سلسله صيدليات معروفه، وكمان اللي مش عايز ياخده من الصيدليه يقدر ياخده عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. وبقول برضو للساده الصيادله، احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله، الشركه المتحده للصيادله بالكود بتاعنا 83205. ده لو اي دكتور صيدلي عايز يوفر الب مالتي فيت داخل الصيدليه. حلو قوي. اميره احمد، ازاي مش عارفه اقرا، ازاي اقوي من مناعه والدتي؟ هي بس في لخبطه في الحروف. ازاي تقوي من مناعه والدتها؟ هي والدتها عندها 70 سنه، وهل امن ليها الب مالتي فيت؟ امن ليها جدا، هتقوي مناعتها بالب مالتي فيت لانه بيحتوي على فيتامين سي زي ما قلت، وبيحتوي على الزنك، وكمان تشرب ميه كويس، وتقلل نسبه السكريات لو بتاخد سكريات كتير، تقلل نسبه الدهون الضاره، ومهمه قوي الصحه النفسيه. انا عشان اقوي مناعتي يعني بقول السيدات الكبار، ده عامل الابناء ان هم ينزلوا يفسحوهم، ده مهم قوي ان هم يشموا الهواء النظيف. يعني دينا احمد تقول انا ضوافري مش بتطول خالص، وكل ما تطول بتتكسر، ده سببه ايه؟ سببه ممكن يبقى نقص حديد، ممكن يبقى نقص كالسيوم، ممكن يبقى نقص زنك، كل الحاجات دي من اسباب تكسر الاظافر. نقدر نستخدم الب مالتي فيت قرص واحد بس في اليوم. امتى هاخد الب مالتي فيت؟ يا اما بعد الفطار يا اما بعد الغداء، ما ناخدوش بالليل. على كوبايه، ممكن يبقى على الريق على فكره، بس ممكن الناس تقول لك لا انا مش قادره استحمله على الريق، فيبقى بعد الفطار بساعه على كوباية مية كبيرة. طيب الناس اللي هي فوق السبعين برضو الايج ده بيبقى عايز نسب معينة من الفيتامينز بتركيزات عالية شوية، هل تركيزات الب مالتي فيت هي زي ما احنا قلنا هي مودريت شوية أو وسط، هل بتؤثر بشكل إيجابي للسن الكبير ده؟ طبعا بتؤثر طبعا بشكل إيجابي، يعني ما يعني عندي فيتامين سي 500 ميلي جرام which is fine، وبقول مع الب مالتي فيت أنا باكل معاه أكل صحي. عندي زنك 23.9 تركيز كويس جدا. لا انا مش مع ان هم ياخدوا اكتر من قرص واحد في اليوم. دي الجرعه اللي صرحت لنا من هيئه سلامه الغذاء المصريه. الجرعه المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء المصريه هي قرص واحد في اليوم لجميع الاعمار. اللي عايز ياخد اكتر من قرص برجع اقول دي بتبقى تحت اشراف دكتور. دي مهمه جدا يعني. كويس جدا. على طول بقول لا افراط في الفيتامينات، يعني ممكن حد مثلا يقول ايه انا هوان الله الب مالتي فيت وانا شفت ده ونتيجته حلوه يلا ناخده اخد 3 4 راس. لا 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 لا، الحاجه لما بتزيد عن الحد بتتقلب ضد. هو قرص واحد كفايه قوي، وكمان بندعم بالاكل الصحي لان هو مكمل غذائي وليس عليك. طيب بالنسبه برضو هنا لو هنتكلم عن الناس اللي هي شويه بتعاني من خمول شديد جدا، وبيبقى خلاص الناس اللي هي بتوصل للليفل ده من الخمول تبقى مش قادره اصلا ان هي حتى تعمل اي حاجه لنفسها، ففكره ان انا اقنع حد ان انت جسمك محتاج مكمل غذائي، اقناع المريض او اقناع الشخص نفسه دي بتتم ازاي؟ لان مش اي حد بيقتنع بالمكملات الغذائيه وشايف ان هي اصلا مهمه. بصي يا نهاوند، هو الخمول سبب حاجات كتيرة جدا، من أحد الأسباب نقص الفيتامينات. لكن عندي أسباب مرضية برضو، يعني لازم نطمن على الكبد وأنزيمات الكبد وأنزيمات الكلى، لأن لو في مشكلة هيعمل لي خمول. لازم نطمن على القلب، لازم نطمن على مستوى الحديد، ناخد الب مالتي فيت. لكن لو الخمول فضل مزمن معايا لازم ارجع لدكتور كبد فورا، او اعمل التحاليل بتاعتي اللازمه والدكتور يعرف هل هو نقص فيتامينات ومعادن ولا سبب مرضي لا قدر الله. وازاي اقنع بقى الشخص اللي من وخمول في الغده الدرقيه على فكره البنات بيعمل خمول، يعني طب بيعمل كسل. والخمول عن فكره ان انا اساعد نفسي بقى، ده برضو جزء من سؤالي زي ما كنت بقول لك، ازاي اقنع شخص هو ما عندوش اي نيه ان هو يغير، هو راضي باللي هو فيه، بفكره لا المكمل الغذائي ده مفيد وممكن يفرق معاك في حياتك بشكل كبير؟ اقنعه. اكيد بتقابلي كيسز كده كتير. بس ايوه طبعا، اصل الكسل ده لو فضلت كسلانه طول الوقت انا هخش في الكسل عن كل حاجه بقى، خلاص مش عايز لا كمكمل غذائي ولا عايز اكل صحي ولا عايز اخس ولا عايز اتخن. دي مش حياه بقى، يعني دي مش دي ليفل وحشه. دي ليفل مش حلوه خالص، يعني برجع اقول لا دي ليفل مش حلوه، ما نسيبش نفسنا لده. يعني ما نسيبش نفسنا للاستسلام،
لازم نفضل احنا طول ما احنا عايشين لازم يبقى عندنا نشاط. امال احنا عايشين ليه يعني؟ يعني عشان ان احنا ننتج ونروح ونيجي يبقى عندنا نشاط وعندنا طاقه. فنقنعه هو لازم يقتنع ان الاصل لو الواحد تعبان محدش بيشيله. فهو لازم يقتنع ان هو يشوف هو الكسل نتيجه مرض او مرض عضوي او نتيجه سوء تغذيه. هو لازم برضو يقرر يعني. طيب لو اتكلمت معاكي برضو عن فكره هنا مكونات قلب مالتي فيت، وهل ممكن لو شخص اكتشف في النص كده ان هو الفيتامين وهو بياخده او المكمل الغذائي ده تعبه، زود ضربات قلب، زود طاقه، واتيفر، هل ليه اي عرض ولا ده بيبقى وهم لو حصل؟ لا 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 لا، ده بيبقى وهم طبعا. قلب مالتي فيت او مش مصدره اصلا الفيتامين. لا هو يعني ده اللي بقول، الفيتامينات ما بتعملش، ما دام باخد الجرعه المصرح بيها زي ما انا قلت ما بتعملش الكلام ده خالص. لا لا لا، قلب مالتي فيت بعيد اطلاقا عن اي اعراض جانبيه. اهم حاجه الاستمراريه، اخده كل يوم قرص واحد زي ما قلت بعد الفطار، وبرجع اطمن الناس انه موجود في الصيدليات، فده بيدي امان رائع ان انا اشتريه من الصيدليه. واللي مش قادر ينزل من الصيدليه بيتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، والدكاتره الصيدله اللي مش عارفين يجيبوا قلب مالتي فيت منين، احنا موجودين في الشركه المتحده للصيدله، هم بيبقوا عارفينها لانه بيطلبوا كل الادويه والمكملات الغذائيه والكريمات من الشركه المتحده للصيدله بكود 83205. طب لو حد استمر على قلب مالتي فيت وما لقاش نتيجه، حس ان هو برضو عنده خمول لسه، حس ان يعني شعر لسه ما اتظبطش، واخد مثلا كورس 3 لـ6 شهور، ساعتها بيبقى المشكله فين؟ برجع اقول ما دام الموضوع فضل مزمن برجع لدكتور فورا. يعني شعري اخدت الفيتامينز المطلوبه، شعري لسه بيقع، لازم اكشف على الغده الدرقيه، لازم اكشف على انزيمات الكلى، لازم اتاكد ان ما عنديش مرض مناعي بيوقع لي الشعر. فهي دي، لو انا مثلا عندي شويه مود سوينجز ديبريشن او نفسيتي مش متظبطه واخدت قلب مالتي فيت ولسه النفسيه زي ما هي، بلجا لدكتور سايكايتريك على طول او سايكول يعني دكتور نفسي على طول. ممكن يبقى عندي مشكله مرضيه. مثلا الطاقه برضو، لو انا زي ما انا قلت الطاقه لازم، لو طول الوقت انا لسه كسلانه بعد قلب مالتي فيت لازم اشوف دكتور كبد، دكتور او اطمن على نسبه الحديد، اشوف الكلى بتاعتي، اشوف الغده الدرقيه بتاعتي. هو ده اللي بقوله، لو فضل الموضوع يبقى فيه ممكن مرض عضوي. انا عشان كده بقول اي عرض مش لازم طول الوقت يبقى ناقص فيتامينات ومعادن يعني. برضو دي مهم. طب التحليل دي نعملها قبل ولا بعد ما ناخد المكملات الغذائيه؟ انا بقول في تحاليل دوريه المفروض نعملها بغض النظر، بقى قبل بعد، زي السي بي سي، انزيمات الكبد والكلى مره في السنه. السيدات اللي فوق الـ40 يطمنوا على الثدي بتاعهم، الدكتور بيقولها ازاي تعرف تكشف على نفسها او تعمل دوريه المونوجرام والحاجات دي، ده مهم جدا. والكوليسترول، الكوليسترول لما بيعلى ما عنديش عرض للكوليسترول، فممكن حاجات بتبقى عاليه وانا ما عنديش عرض ليها. السكر التراكمي مهم جدا ان احنا نعمله، لو بالذات لو عندي هيستوري من العيله عندهم سكر او كوليسترول، الحاجات دي كلها المفروض تبقى دوريه سواء بقلب مالتي فيت او من غير قلب مالتي فيت يعني. يعني دكتور دينا والله الوقت بيجري معاكي دايما، بس نورتينا واستفدنا كالعاده، بشكرك جدا. حبيبتي، حبيبه قلبي. نتقابل في ملف اخر ان شاء الله وحلقه جديده. وفي الاول وفي الاخر فعلا الموضوع لازم يكون قرار، فكره ان انا عايز احسن من صحتي، عايز ان انا اي فيتامين جسمي محتاجه ان انا اوفره له، فده بيكون اكيد بالفايده عليا في الاول في الاخر. فلازم يكون في قرار، لان في ناس كتيره ثقافتنا او بعض الثقافه منتشره عندها اللي هو مش مهم، مش لازم نبقى ناخد بعدين المكملات الغذائيه. لا اعتقد ده شيء لا يتجزأ من حياتنا، مهم جدا على المستوى اليومي كمان او على الروتين اليومي. بشكر حضراتكم جدا على متابعتنا، نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، وعشرة الصبح في الاهلي.